سيد صحيتك، سعيد ان اشوفك. احنا سعداء بيك، ربنا يخليك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. احنا كان عملنا المشروع ده على اساس توجيه حضرتك ان احنا نكتشف المواهب. ايوه، في معظم محافظات مصر عملنا البرنامج ده، اختبارات. دخل عندنا حوالي 50,000 لاعب، ودول مش مقيدين ولا في نادي ولا في مركز شباب. سن قد ايه؟ 14 سنه. 14 سنه وهيكون ان شاء الله يكون مستقبل مصر. 14 سنه ومعانا 50,000. لا، كان 50,000 ده في الاول، عشان بعد كده نبدا نصف الولاد وناخد احسن العناصر اللي فيها ونكتشفها، بحيث ان احنا نبدا نعمل لهم البرنامج التاهيلي بالنسبه لهم، سواء كانت تدريبات فنيه او كمان تربويه وفي نفس الوقت سلوكيه. ايه الشباب ده؟ كل دول محمد صلاح؟ ان شاء الله. كل دول محمد صلاح؟ ان شاء الله. لا، حضرتك يا رايف. ازاي؟ الله يخليك الخير، انا بخير. انتوا ازيكم؟ انا سعيد ان انتوا كده. احنا عشان نعسل. بس عايز اقول لكم على حاجه. اتفضل. طبعا المهارات مفيش كلام، هي الاساس. لكن اللياقه البدنيه الايه؟ اسمعوا التعميد لو ما تنسوش. لا، الهائله. الايه؟ القدرة البدنية القوية جدا هتخليك لو انت عندك مهارات كويسة لاعب مالكش ايه؟ لاعب مالكش ايه؟ لاعب مالكش ايه؟ نشرب سجاير؟ نشرب سجاير؟ لا، مفيش غير الايه؟ رياضة رياضة وكرة ومذاكرة طبعا، ان شاء الله. مش كده؟ طب انت هتلعبوا ان شاء الله في العاصمة، عارفين؟ في مدينة أولمبية هناك فيها 86,000 راحوا فيها. شفتوا؟ راحوا فيه واتمرنوا فيه ولعبنا فيه. هنعمل الافتتاح هناك. ازي حضرتك يا فندم؟ ازاي؟ الاهليه والدلتا كلها منوره بوجود حضرتك. منوره بيك يا عمر. انا اسمي عمر محمود من محافظه الغربيه، مركز سانتا. انا سعيد قوي بوجود حضرتك النهارده. شكرا يا عمر. مش تتخيل في يوم ان انا اقابل حضرتك. ليه؟ ده انا على عيني يا ابني. والله. وبالنيابه عن صحابي احب اقول لحضرتك ان انا اوعد حضرتك ان شاء الله ان احنا هندخل كاس العالم، وبس مش هندخل كاس العالم، ان شاء الله ندخل كاس العالم وناخد كاس العالم يا رب. عايز اقول لك يا عمر، الاماني جميله. الاماني ايه؟ جميله. لكن عشان تحقق اللي انت بتقول عليه ده عايز جهد، مش منك انت بس، من كل المجموعه اللي قدامي، مش على قدكم انتوا بس. بس لو هم على قلب رجل واحد. لو ايه يا ولاد؟ يعني قلب رجل واحد؟ يعني بنحب بعض وبنتدرب كويس، وكمان اخلاقنا تبقى ناس بتشوفنا. الناس ايه؟ بتشوفنا. ولو انتوا شفتوا الماتشات القديمه ايام الكابتن احمد وكابتن صالح واحمد، يعني الناس اللي هم جيل انا شفتهم، يعني الناس دي كانت بتدي صوره جميله جدا للمجتمع، ان هم ما بيغلطوش، ما بيتصرفوش تصرفات، كلها تصرفات جميله تعكس الرياضه. ده اللي بس نصيحتي ليكم ان انا اقول لكم كده. انا اسمي يوسف سعيد نصير، مركز كفر زيال. اهلا يوسف. حضرتك بتعرف ان النهارده عيد ميلادي؟ كل سنه وانت طيب يا يوسف. حضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. النهارده احسن عيد ميلاد في حياتي واحسن يوم في حياتي. كتر خير. حضرتك انت تلعب كده؟ حاضر. هتلعب بيها ولا هتشيلها؟ هشيلها طبعا. هتشيلها، يبقى انا هكتب عليها ايه؟ هكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم. ابني ايه بقى؟ يوسف. كل سنه وانت طيب. يلا حضرتك طيب. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. وانا ممكن في يوم من الايام ابقى زي محمد صلاح؟ ان شاء الله. شوف ان شاء الله ليكوا كلكم مش انت بس، يا رب. لازم لو انت النهارده زي ما انت بتشوف الصوره النهائيه، لكن شوف محمد صلاح عمل ايه في حياته. محمد صلاح، مش بس محمد صلاح، اسال كده الكابتن احمد، اسال كابتن عبد الستار، اسال كابتن عبد المسيح محسن. ها؟ اساله قول له ازاي؟ مفيش حاجه ايه؟ مستحيل. وما فيش حاجه بايه؟ سهل. ببلاش. تعب. عايز تبقى البطل، يبقى تلعب رياضه قد ايه في اليوم؟ تتمرن قد ايه؟ قد ايه؟ على حسب
على حسب مجهود. لا انت بتتمرن كم مره بقى؟ ما انت بقى عايز تبقى رقم عظيم في اللعبه. ممكن ايه؟ فانت ممكن لوحدك في البيت. في ليه؟ البيت. بلعب لوحدي بقوي كتافي عشان لو وقعت ما يتخلعش. بقوي ركبتي، بقوي دراعاتي عشان المهارات هكتسبها في اللعبه هنا. لكن بناء جسم قوي ده رايي. ده ايه؟ ممكن اللعيبه الكبار ما يتخلعش معايا يعني. على فكره هو من بلد محمد صلاح. كمان طيب واشول زي محمد صلاح. بس خلاص بقيت محمد صلاح. ماشي يا يوسف. ماشي. طيب هكتب عبد الفتاح. الكره دي بقت غاليه. النهارده كام بقى؟ 1/12 فتاح. 12 يا يوسف. كل سنه وانت طيب. شد حيلكم يا شباب. استنى واشوف بقى ان شاء الله. استنى وايه؟ اشوف. انا وفقتكم ان شاء الله. سعيد جدا جدا النهارده ان انا معاكم. يوم جميل واهل المنصوره ناس. نعم كتر خيرك وتشكر. شكرا. اتفضلوا.